تمشي في شوارعها وتنسى الأيام اللي فيها، تقدر يوم تزعل منها ولا تفارقها، تقدر تحكي لي عليها وما يكون كلامي عليها، تقدر توصف لي حليها وتنسى لياليها. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامج شارعنا القديم، ولكن المره هذه هي استكمالا لحلقه سابقه كانت مع الدكتور فتحي الساحلي اللي حكينا فيها على مدينه بنغازي القديمه وعلى بنغازي القديمه شنو هي. اهلا وسهلا بك دكتور فتحي. اهلا وسهلا، وشكرا لك على المره الثانيه تلبيتك الدعوه. شكرا لك، وان شاء الله المره هذه نفيدوا ايضا سكان مدينه بنغازي بتاريخ مدينه بنغازي القديم ان شاء الله باذن الله تعالى. بدايه يعني نردوا شويه لاورا. الأسماء التي سميت عليه مدينة بنغازي القديمة أو شنهن المدن الموجودات في مدينة بنغازي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنغازي حملت أسماء كثيرة ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد. أنتم عارفين أول الأسماء اللي حملتها مدينة بنغازي مدينة يوسبريدس، سموها مدينة يوسبريدس، ويقال أن هي المدينة أقصى مدينة إلى الغرب بالنسبة لسكان سيريني قوريني. وطبعا انتم عارفين 631 الاغريق جاءوا الى ليبيا واسسوا خمس مدن واطلقوا عليهم البنتابوليس او المدن الخمس، وبداوا بسيريني وابولونيا وتوكيرا وبتلومايس اللي هي طلميتا، وبعدين اقصى المدن الى الغرب اللي هي بنغازي كانت اقصى المدن الى الغرب بالنسبه للاغريق، بالنسبه للاغريق يعني كانت اقصى مدينه الى الغرب، ويقولوا لها ايضا مدينه الغروب، فهي حملت مدينه يوسبريدس. ويقال ان هذه المدينه مركبه من ثلاثه مقاطع. المقطع الاول اللي فيه النغمه سبريس اللي هو جايه من الاغريقيه كالاسبيرا اللي هي مساء الخير، فمدينه المساء، مدينه الغروب، مدينه الخير، فالكلمه اغريقيه صرفه اللي هي يوسبريدس. وطبعا لها حدائق اللي هنا حدائق الهيسبريدس، وذكرت في الاساطير الاغريقيه في الجريك ميثولوجي بطريقه غير عاديه ما ذكرتش بها مدينه اخرى، ولكن ما فيش مجال لنا نحكي على الاساطير او الجريك ميثولوجي. لكن الاسماء الاولى اللي حملتها هو اسم مدينه يوسبريدس، ومدينه يوسبريدس في الطرف الشرقي للسلماني، لمنطقه السلماني سكنوا فيها الاغريق الاوائل اللي جو. انا اعتقد انهم ما جوش من مدينه من تيرا، جزيره تيرا او سانتورين الحاليه في اليونان، وانما اعتقد انهم جاءوا من اسبرطا، لان طريقه العمائر والبناء تقول ان هي مدينه حربيه زي توكرا. انا اعتقد ان توكرا توكيرا ومدينه يوسبريدس اللي هي بنغازي ما هنش بالكلاسيكيه اللي قريناها زمان في الجامعه انهم جو الاغريق واسسوا سيريني اولى المدن، وبعدين ولاد باتوس المؤسس جاب عيل اسمه كاليماخوس واسس ابولونيا. الكلام هذا ما فيش منه نهائيا، الكلام هذا ما فيش منه، والان اصبح باطل كله، لان ابولونيا اسست كميناء اللي كانت في حاجه سيريني الى ميناء، لانها هي في حضن الجبل وتحتاج الى مكان بارز، ولذلك الكلام من اللي قريناه اعتقد انه هو خطا كله. ايضا برقه اسست بوتلومايس، اسست طلميتا، لان هي تبعد 15 كيلو على البحر وتصدر السيلفيوم، فاضطرت ان هي تاسس مدينه تاسس ميناء على البحر، يعني اللي هي طلميتا اللي هي البولتوميس، اسسها بركاي او برقه او المرج أو البارشي هي المرج أسستها. فتأسيس المدن هذا يحتاج إلى دراسة أخرى ويحتاج إلى كلام آخر. والمهم أن نحن نحكي على أسماء اللي حملتها مدينة بنغازي. مدينة بنغازي حملت اسم يوسبريدس في العهد الإغريقي، وحملت أيضا في العهد الهيلينيسي نفس التسمية، لما تركوا الإغريق مدينة يوسبريدس وجوا أسسوا مدينة برينيكي، مدينة على البحر، وممكن نفس السبب أن هي قريبة من البحر للتوريد والاستدار والاتصال بالبلد الأم. كويس. هو أنا نبي نكمل الخمس التسميات. كمل لي بيش بعدين نبي نسألك، لأن إحنا فتحنا الحلقة من هنا نبي نعرف بس المبنى اللي وراي هذا شين يحمل من رمزيه لدى سكان مدينه بنغازي؟ تو نجيها بس نكمل المدن. انا اقول الاسماء احنا نحكوا عليه لان احنا حنتمشوا في شوارع بنغازي، يعني نكمل الاسماء بعدين. تمام، نكملوا الاسماء بعدين. حنوقفوا عندها شويه، بس لعند وين وقفنا نحن؟ اي نعم، لعند الطلميثه. اي نعم، نعم. تمام، المبنى اللي ورايا هذا له رمزيه لدى بنغازي لانه هو واحد من اقدم المباني في بنغازي. اهالي بنغازي لديهم عقيده باولياء الله الصالحين.
هم ما يعبدوش فيهم، هم يعبدوا في الله وبالرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ولكن اللي عندهم، لأن هم الناس هذوما أقرب منا إلى الله بورحهم بصلاتهم بما يقدمونه، ناس أتقياء، والأغلبية حجاج. هم كانوا بنغازي كانت معبرة من الغرب إلى الشرق باش يوصلوا إلى مصر وإلى بر الحرمين ويحجوا. فبنغازي سميت على أسماء 12 محلة، 11 منهم كلهم على أولياء الله الصالحين، محلة الشريف، محلة الدراوي، محلة سيدي بالخير. هذا سيدي بالخير أحد أولياء الصالحين لمدينة بنغازي، وفي سرة بنغازي زي ما نقوله، وفي وسط مدينة بنغازي، يعني هو أحد الـ11 هذوما، الدراوي، بن عيسى، الشريف، الشابي. فهذين فالناس يعني يتباركوا بالناس هذوما، ولكن نحن لا نعبدهم. واللي يعبد خلاف الله أو يؤمن بخلاف الرسالة المحمدية وبالقرآن يستبرك. عدد المحلة كم مساحتها؟ المحلات كانت صغيرة، يعني شوف محلة سي علي لحيشي قريبة هنا ممكن 200 متر، محلة الدراوي، محلة الشابي، محلات قريبة، فالمدينة كانت صغيرة. المحلات سميا على أسماء سي علي ونبي نقول كلمة أكيدة، يعني هو هذا، يعني الناس اللي ممكن فيه اللي مش عارفها، المتخصصين بالذات، إن هذا هو الزخم العثماني أو بنغازي العثمانية. بنغازي في العهد العثماني كانت مدينة صغيرة، وحتى في العهد الإغريقي كان لسان بارز عن البحر. هل كان في أساسا مدن عثمانية موجودات؟ ما هيش مدن، ولكن أنتوا عارفين أن العهد العثماني بدأ طبعا 1551، وبعدين جاء العهد القرملي 1711، وبعدين جاء العهد العثماني الثاني، وكانوا الناس عايشين على تصدير الملح. هذا لسان بارز من البحر محاط بثلاث صبخات، صبخة الكيش وصبخة الكيش، صبخة السلماني وصبخة الصابري والبحر. اللسان أو اليابسة هذه نشأت عليها بعض الأعشاش أو بعض الناس اللي كانت تتاجر أو تجمع في الملح وتبيع فيه للمراكب أو السفن اللي كانت تترسي على البحر. فهذه هي أساس المدينة العثمانية. ولكن لو جينا للطراز، حنحكوا على الطراز، العقود الدائرية، السيمي سيركلر، حنحكي على أشياء كثيرة. ولكن فعلا زخم كبير، وبنغازي فعلا كان لها طراز. في البداية كان طراز عثماني، وبعدين تبلور مع الطراز العربي، وجاء من العقود السيمي سيركلر والعقود النصف دائرية والحدوية والعقود المولتيفولي هذين المتعددة. طراز يعني لا نهمل، يجب ألا نهمل الطراز العثماني. الطراز العثماني طراز إسلامي عربي، وعاش هنا وأثرنا فيه نحن. وبعدين ما تنساش أن أسطوات طلعوا في بنغازي، كانت يعني تتلمدوا على الصنعة من أسطوات العثمانيين، وبدأوا هم يديروا في العقود ويديروا في المباني ويديروا. وما تنساش أن طرازنا نحن كان يحمل السدة والماجل والجنان الصغير، الحديقة الصغيرة اللي في الحوش، والعقد الدائري، وحوش البخوخة. حوش البخوخة، حوش البخوخة، يعني هذا أبسط مثال. هذا طراز مدينة بنغازي صرف. أنا لما نشوفه أنا أتذكر بنغازي. وحوش البخوخة درفتين، درفة يدخل منها الناس، والدرفة الأخرى يدخل منها الحيوان المحمل بالأشياء زي الجمل وكذا. فنحن نجب نفخر أن لنا طراز في مدينة بنغازي، لنا ستايل، لنا نمط، لنا تايب، لنا تيبو، لنا طراز معروف. وهذا الطراز هذا يجب نحن نحافظ عليه. وأنا نشوف أن في أشياء واجدة دمرت، ونحن توا إن شاء الله ممكن إذا كان عرجنا على الشارع هذا أكيد ممكن حنشوفوا أشياء مفروض نحافظوا عليه إن شاء الله. نحن خلينا نرجع شوية لورا، لأن أنا قطعتك في نص كلامك من بدري، غير لأن كان وراي المبنى وكنت بتمشي أنا وياك. وصلنا عند الميثة، وين ما كنت تتحكي لي بخصوص يعني بنغازي القديمة والتسميات وغيرها. مدينة بنغازي حملت عدة أسماء، منها يوسف بريدس في العصر الإغريقي والهيلينستي أيضا بعد وفاة الإسكندر الأكبر، وأيضا حملت اسم فيرجين شيدي في فيرني شيدي في العصر البيزنطي، وحملت اسم بيرنيكي ابنة مجاس حاكم قرينا اللي سموا عليه المدينة هذه مدينة بيرنيكي. فهذا حملت اسم بيرنيكي، والإيطاليين يقولون عنها بيرنيتشي، وسمينا عليها هوتيل البارانيتشي وسينما بارانيتشي، لأن الإيطاليين التشي أو السي بالإنجليزي، تشي بالإيطالي، ولما يجيب عدد الإي أو الآي بالإنجليزي ينقال تشي، زي تشيب ووجبة وزي تشينما ينطقوا فيها بهالطريقة، فنطقوا بيرنيكي بيرنيتشي. فهي هذه مدينة بيرنيكي اللي أسست 286، أسسوها إغريق مدينة يوسف بريدس لما جفت الصبخة متاع السلماني وهاجروها وجوا على مكان بارز على البحر، لكي لأن هم يبغوا اتصال مع البلد الأم. ونحن توا أمام مدينة بيرنيكي. هذه المدينة مدينة هيلينستية، مدينة هيلينستية رومانية
بيزنطية إسلامية. نقدر نخش جوا، شو رأيك؟ نقدر نخش جوا ونخش جوا بحيث أن احنا نوصف المكان أكثر من داخل ونحكوا على المدن القديمة اللي كانت موجودة اللي هي برنيق. اي نعم، مدينة من الأسماء اللي حملتها قلنا يوسبريدس، وقلنا برينيكي أو برينيتشي، وقلنا فيرنيشيدي في العهد البيزنطي، وقلنا أيضا برنيق في العهد الإسلامي. برنيق في العهد الإسلامي. أنا في عدة آراء، يقال إن برنيق حرفت إلى برنيق عند المسلمين، قلبوا الكاف قاف فأصبحت بدل برنيق برنيق، ولكن في رأي آخر يقول لا، هي أرض النوق. أرض النوق لأن كثير النوق فيها الإبل. الإبل، ولكن ما فيش إبل، منطقة صبخية وما أعتقدش إن فيها إبل. نحن ما ناش في أوجر ولا في جدابية إن نقوله أرض النوق، ولكن تسميات اجتهادات. ولكن هي برنيكي حرفت في العصر الإسلامي إلى برنيق، ولكن بعد مجيء الرجل الصالح سيدي غازي في 1500 واستقر هنا، استقر سيدي غازي وقعد في حوش صغير هنا في دار ويصلي بالناس، يا أم بالمصلين، جاء من المغرب طبعا. فالمكان عالي لأن هذا أكروبول مدينة بنغازي، أكروبول مدينة بنغازي في العهد الهلنستي، أعلى نقطة يسمو فيها الأكروبولز زي متاع أثينا. فسيدي غازي دار في فوق وقعد يجي يصلي بالناس في المساجد هنا. فالناس اللي جوا القوارب اللي جن من البحر لما يشوف يقولوا مرسى بنغازي أنه، فقعدوا يشيروا مرسى بنغازي ومرسى سيدي غازي ومرسى غازي ومرسى بن غازي، وبعدين حرفت كلها وحدت بنغازي، دمجت البن في الغازي. في نقطة هنا مهمة، الأتراك يحاولوا أن يسرقونا حتى في الحاجة هذه. شن يقولوا أن لا، هذه بن غازي أستاذ، يقولوا بن غازي اللي هن بن باللغة العثمانية ألف، وغازي هو الغازي يعني ألف غازي. ما فيش كلام هذا، لأن بنغازي ما جهاش ألف غازي بكي، لأن بنغازي كان يعني عمره ما جهها ألف غازي تركي. باهي، سيدي غازي من هو؟ سيدي غازي توا فيه عدة نظريات. نحن نعرفوه أن ولي صالح جاء من المغرب واستقر في المنطقة وقعد يصلي بالناس وبعدين سميت المدينة عليه. ولكن شوف سخريبيش كان أيضا هنا، ما سميتش بنغازي خريبيش، يعني بس مسمي خريبيش هذه المنطقة. لا، المنطقة هذه مسمية خريبيش كمحلة خريبيش، ولكن المدينة سميت غازي نسبة إلى سيدي غازي. وغازي هل هو جاي من المغرب؟ هو جاي من المغرب واستوطن. نعم، استوطن في مدينة بنغازي سنة 1500، وفي أسطورة على أن ما حملش السلاح ضد أسطورة ذكرها بعض المؤرخين. وخريبيش من؟ خريبيش هذا برضو، ما قلت لك بنغازي كانت معبرة، كان يجوا من يعني حتى هو من المغرب، مغرب ومن الجزائر ومن تونس، يجوا على رجليهم يقعدوا سنة في الطريق. فجاي هو جوستة سي خريبيش واستقر هنا، وبعدين جوستة بتحج معه فقالت له أنا ما نقدرش نتحرك من المدينة. قال لها ليش؟ قالت له فيه بطني خريبيشة. فقال لها جاء العرب بنغازي يشوف الناس كيف كانت رايعة، قال لهم خلوا جوستي عندكم وهنش نحج. كان جيت أنا نروح أنا وياها، وكان ربي توفيت غادي، كان استغرق. شوف أنت الإيمان، يعني مش المشية من هنا إلى الحج كانت حتاخذ سنة، سنتين تقعدوا في الطريق، وكل مدينة يصلي فيها ويأم بالناس ويصلي. فلما جات البنت جاء الوليد سماه خريبيش، اللي هي قالت لجوزتها في خريبيشة في بطني تبي تتحرك. من هنا جاء كلمة سيدي خريبيش، إلا هو من المغرب طبعا. ولكن شوف أن سيدي غازي لأن أقدم منا سميت المدينة عليه، مدينة غازي. الآن طلعت فيه في طلع كتاب في المغرب. تمام، هو 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 حرف الموضوع شوية، أن سي خريبيش أن نقل إلى أسماء أخرى، أن في عائلات يعني قال لك أن سي خريبيش هذا جدنا. هل في الحاجة زي هذه أساساً؟ نعم، هو جد عت نجم، عائلة نجم. نحن عندنا وثيقة إنه هو جد عائلة نجم، عرفت، والناس الكل طلع منه من سيدي خريبيش. هذا كلام سيدي خريبيش وثائق. فيه في 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 موضوع آخر يكاد يكون مهم، يعني بنغازي طول عمرها كانت تساعد في الحجيج اللي يجي من المغرب، يساعدوا فيهم ويعطوهم. تصور إن في وحدين كانوا يخرزوا لهم في الصبابيط اللي باش يمشي بهن الحاج، يجوا كانوا حفاة يجوا باش يحجوا طالبين وجه الله، ناس يعني بيعين الدنيا وشارين الآخرة ويبي يوصلوا. فكانت عرب بنغازي طول عمرهم الكرم والحسن الضيافة، وناس يعني ناس نموذج للعرب وللإسلام. فهذا شيء لازم يذكر العرب بنغازي. ومن هنا جاءت ربيت الدايح والعصية، لأن هي عصية حتى على كل
على كل مستعمر وعصية على كل خائن وعصية على كل واحد يحاول يسيل هالمدينة. ونحن أهلنا كانوا يقولوا بنغازي تراب حامي، بنغازي تراب حامي، كل العصاة وكل الطغاة وكل كذا اللي حاول يسيل المدينة هذه يصدب في النهاية، وربي يأخذ حقه لأنها هي مدينة طاهرة وأيضا مدينة تراب حامي وأيضا مدينة ترحب بالناس. فحتى اللي حاول يسئلها وتعتقدوا ان ان ان, إن حيمشي الموضوع عبثا ويمشي مر يمر المر الكرام، لا، مدينه هذه وشوف وشوف العصاة والطغاة اللي اللي اللي, اللي حاولوا يسيئوا للمدينه نهايتهم كيف، وهي باقيه ايضا، هي باقيه وما زالت بنغازي باقيه وتعطي الى اخر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. انا وياك حنخش تو جوا لمناره سخري بيش ومدينة برينيقي الأثرية، ومدينة برينيقي الأثرية باش نحن نتعرفوا عليها أكثر ونعرفوا الرموز التاريخية اللي انتو طلعتوهن كمورخين. نعم. نحن تو دخلنا إلى مدينة برينيكي، برينيكي أو برينيتشي اللي موجود فيها منارة بنغازي، زي ما نقوله منارة بنغازي أو منارة سيدي خريبيش، منارة سيدي خريبيش. المكان بصفة عامة يعني يحمل رموز أثرية ورموز تاريخية قديمة. نعم. أنا وياك حابين بس نبي تشرح لي عليهم من قريب يعني أكثر. المدينة هذه مدينة برينيكي أو برينيتشي، هذه تأسس 286 قبل الميلاد. طبعا أسسوها الإغريق اللي نزحوا من مدينة يوسبريدس ونزحوا وزوجوا المدينة لأن يبوا مكان مطل على البحر لكي يتصلوا بالبلد الأم. المدينة هذه هيلينستية، ولما نقول هيلينستية نعني بعد موت الإسكندر الأكبر، بعد موت القادة انفردوا بحكم العالم الإغريقي، فبطلميوس انفرد بمصر وليبيا كانت تابعة لمصر، انفرد بها وش اسمه، فأسس العصر هذا سموه العصر الهيلينستي بعد موت الإسكندر الأكبر، ولكن كويس. هو عصر إغريقي، إغريقي صرف. وبعدين هذه حاجة رائعة، مخازن الغلال هذينا، تعالوا نشوفون يا سيدي، مخازن الغلال هذينا كانوا يدسوا فيهم في يخزنوا فيهم في القمح والشعير والحاجات هذين في العصور الرومانية، العصور الرومانية، العصور الرومانية كانت هذه عبارة عن مخزن، مخزن غلال، مخزن غلال، غلال. احتمال انه يكون هذا متجر كبير كان يخزن في الغلال هذا يعني هذا كان عبارة عن متجر، لو نحن نرسم الصورة كانت نعم. زمان في عهده نعم. انه كان عبارة عن متجر وكان هنا يدس في ولكن نلاحظ ان البطانة متاحة الداخلية مبطن بمادة اسمها الكونكريت اللي هي ما تسمحش بالميه او السوائل انهم يطلعن، فاحتمال ان يكون زي هذا مثلا يكون للسوائل. ليش؟ لان دارينا بالماده الكونكريت، وهذه تركيبه اكتشفها الروماني المعماري فيتوفريوس في القرن الاول الميلادي، وقال ان التركيبه هذه كانت تقام للابار باش الابار ما تطلعش من الميه، فاحتمال جدا ان يكون هذا للسوائل مثلا، فيه للسوائل وفي كذا. المدينة هذه زخم غير عادي، فيها حضارة هيلينستية، يعني حتى مساحتها جوا ما شاء الله يعني مساحة فيها كبيرة، فيها حضارة هيلينستية إغريقية، فيها حضارة رومانية في العصر الروماني، لأن 98 قبل الميلاد آلت كل ممتلكات آلت كل ممتلكات للإغريق بناء على وصية بطلميوس أبيون آخر يورغيتس زي ما يقولوا له آخر الحكام البطالمة اللي أوصى بكل أملاكه باش ما يخدنش خوه، أوصى بهن إلى الرومان، فأصبحت من القرن الأول الميلادي أو نهاية القرن الأول قبل الميلاد أصبحت هذه كل الممالك الرومانية حتى في مصر تابعة إلى الدولة الرومانية، تابعة إلى الدولة الرومانية. تمام. الدولة الرومانية الرومان كانوا شاطرين في المخازن وكانوا شاطرين في حفر الأبار والصهريج، كانوا لهم كان هم ستايل لهم ستايل ولهم لهم حتى هم باع طويل. لو دخلنا جوا نحن للمدينة حنشوف المرحلة البيزنطية اللي جاءت بعد الرومان بعد طبعا الاعتراف بالديانة المسيحية في روما، فجاءوا البيزنطيين بعد السيد المسيح لما طلع. هذا فرن لصناعة الفخار،
هذا فرن لصناعة الفخار ومن الأفران الفريدة من نوعها والرائعة. هذا كان عبارة عن فرن. فرن يصنع فيه الفخار. أرضيات الفسيفساء هدينا كان فيلات رومانية. فيلات رومانية من العصر الروماني كان من أروع ما يمكن. نتمنى أخونا طارق يأخذ عليهن صورة للموزايك هذا أو الفسيفساء. تعال نقرب منه أنا وياك. نشرحه أكثر حتى للمشاهد الكريم بيش نقدوا فاهمين كلنا. يعني الموزايك الأرضيات هدينا أرضيات فيلات رومانية. وللأسف أنتوا شفتوا كيف التهديم اللي سير فيهن. هدينا موزايك أو فصوص من الفسيفساء كان شكل موتيفز أو دوافع زخرفية. دوافع زخرفية في أرضيات الفيلات. وأثبتنا أو أثبت الحفريات اللي داروهن الانستيتيوت أو البريطانيين هنا البعثة البريطانية أو المدرسة البريطانية أنهم كان محاطة بجدر أو جدران. الجدران هذين عليه نمط آخر من الزخرفة اللي هي الفريسكو. فريسكو طازج باللغة الإيطالية. فريسكو الطازج. فكان ليش سموه فريسكو؟ لأنه كان يديروا الملاط وبعدين يحطوا عليه الرسمات فتسموه يترسم عليه والأرضية طازجة ما زالت مجفت فسموه الفريسكو. ومن أروع ما يمكن. ولدينا حاجات رائعة جدا إن شاء الله. وأنا ندير في دراسة على الفريسكو هذا وطلعت إن شاء الله تكون في الأسواق بعد أيام على فريسكو مدينة بيرينيكي. نعم تمام. توانحنا تحدثنا على الهلنستي وتحدثنا على الروماني. لو نحن ركبنا فوق حنتحدث على البيزنطي. الكنائس الكنيسة الموجودة هنا. تو أنا بس معلش يعني نعم داخل هذا المكان يعني نحن تو مرينا عليه كم عصر؟ الإغريقي والهلنستي والروماني ثلاثة عصور. ونبو نعدوا للعصر الرابع يعني كل الموجودات هنا موجودات ونعدوا. ونحن نسمو فيهم كأثريين أرضيات حركة أو طبقات. كأن الطبقة يعني طبقة فوق مثلا إسلامية وتحت منها طبقة بيزنطية وتحت منها طبقة رومانية وتحت منها طبقة إسلامية يعني طبقات نحن. فنظام الطبقات هنا تلقى الفوق الإسلامي لأنه جاء آخر حاجة صح. وممكن تلقى فوق التركي لأن الأتراك برضو استعملوها كجبانة. وتحت منها تلقى البيزنطي اللي جاء قبلهم وتحت منها تلقى الروماني وبعدين تلقى الهيلينستي اللي هو الإغريقي. الهيلينستي الإغريقي. ففيه نقطة بس مهمة تقول احنا حنشوف انت كويس ذكرتني ونظمت لي حتى افكاري يعني سيد مالك. فعلا تسلسل اللي درناه كويس نحن حتى المشاهد يعرف كم يعرف طبقة حضارية موجودة كم طبقة مرت على هذه المكان او كم حضارة مرت على هذه المدينة اللي هي مدينة بيرينيكي. لكن في شيء مهم جدا وسؤال يطرح نفسه منين كانوا بنغازي القديمة تشرب. في كتاب رائع لبروتوريو اسمه ريبروتوريو كتاب رائع دير هنريكو أغسطيني. الكتاب هذا رائع جدا. شين يقول؟ يقول ان فيه كوازي تشينتو تانتا بوتسي سيرفاندو اكوا سيلماسترا. يعني يقول ان فيه 180 بير وين فيهات جيليانا انصابري. كان فيه 180 بير في المنطقة هذه يشربوا منها سكان بوغازي. الحقيقة يعني المفروض نحن نحصي هذه الأبار ونشوف شن اللي قاعد منها حاليا. وهذا يحتاج إلى مجهود كبير. يعني الأبار اللي كان يحكي عليها هذا دي أوغستيني اللي موجودة في الصابري وفي الفيهات وكذا هذه هي الدراسة العلمية وهذه هي الدراسة الأثرية. الدراسة هذه لها كم؟ الدراسة هذه من 1928 يعني من 1928 وهو تجاري وداير دراسة أن في الفوهات فيه وفي الصابري فيه وفي جليانا نعم. وسلمسترا يعني شنو؟ مية مالحة مية يعني بين شلوق بين الحلو والمالح. فكان يشربوا منها سكان بغازي وهذا علش يتباهوا سكان بغازي يقولوا نحن الصبخة ونحن كذا. فعلا يعني ميتنا كانت شلوق أو سلمسترا زي ما يقولوا الإيطاليين. جميل. الموضوع رائع جدا وهذه نعتبرها رحلة في 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 أعماق مدينة بنغازي. والحضارات اللي مرت عليها الإغريقية والهلنستية والرومانية والبيزنطية والإسلامية. نحن الآن في الحضارة البيزنطية. معروف السيد المسيح جاء في القرن الأول الميلادي. خلينا نجمع أنا وياك هنا. هو هذه الكنيسة. خلينا نجمع أنا وياك هنا شوية. نجمزو. بش تريح أنت شوية ونهدرزو. نحن تو وين وصلنا؟ نحن وصلنا للطبقة الحضارية الرابعة اللي هي البيزنطية
المسيحية اللي بعد سيد المسيح وما اعتمدوه في دقلديانوس واتخذوه الديانة اتخذوها الرومان ديانة خلاص لما يتخذوها الرومان في روما انها ديانة البلد خلاص كل المستعمرات الرومانية ينطبق عليها فنحن في القرن السادس جونا البيزنطيين هنا جاء جستنيان من 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 من, من القسطنطينية وجوستة يدورا وهو اللي أسس الكنائس هدينا الكنائس هدينا أسسنا الإمبراطور جستنيان وجوستة يدورا الملكة أو الإمبراطورة يدورا وأسسوا هنا كانت مدينة هي البين عليها هك يعني نعم مدينة وهذه الكنيسة اللي توا أخونا طارق وحي يصورها لما نحن كأثريين نشوفوا أبعاد الكنيسة حنعرف الناس اللي كانت تصلي أو تعداد الناس اللي كانت تصلي فالكنيسة هذه الصحن متاحها أو النيف متاحها هذا كبير دلالة على أن الجالية المسيحية اللي كانت في هذه الفترة اللي أسس فيها جستنيان يعني زي ما أنت تبني جامع في جدابية مثلا تبني جامع تديره جامع صغير ما هو في تعداد الناس أنت بتبات تعداد صح. الناس تقول لي هذا ما يسدش الناس يوم الجمعة ففعلا الكنيسة هذه كبيرة دلالة على أن الناس كانوا مجموعة كبيرة وطبعا في اعتقادنا أيضا يعني أن بنغازي في العهد اللي ما تنساش حتى اليهود كانوا موجودين أن بنغازي في فترة كانوا يهود كانوا عبرانيين لأن الديانة اليهودية كانت المنتشرة هو الإيمان يعتبره ولكن لما جاءت المسيحية ولغت الديانة اليهودية أصبحت الناس مسيحية ولما جاء الإسلام فرض عليهم يا تخش الإسلام يا جزية ودخلوا كل سكان بنغازي إلى الإسلام وواكبوا الفاتحين عقبة وعمر بن العاص إلى فتح المدن إلى جنوب زويلة وجلابية وجالو وأوجلة وأيضا طرابلس وتونس والمغرب مروا من هنا الأبطال اللي فتحوا على صهوات جيادهم ومروا وفتحوا المدن إلى الغرب نحن كنا معبرة في كل الحالات نحن قلنا معبرة كانوا يجونا من المغرب باش يحجوا ويجونا باش ينشروا الإسلام فكانت بنغازي كلها مسيحية كانت عبارة عن بنغازي اللي من العلمين جايينك ومن اللي صار جايينك لكن اللي يؤلم فعلا حقا إن الأثار متاعنا نحن ضاع الأثار كثير منا ضاع توا السؤال اللي يطرح نفسه يا سي فتحي بس معلش يعني نعم هي هذه كانت عبارة عن مدينة نعم كانت عبارة عن مدينة يسكنها الناس نعم وين كان مبانيهم وين كانوا حواشينهم وين كانوا يسكنوا هل كانت المنطقة هذه كلها عبارة عن منازل خاصات بهؤلاء الناس السكان أول حاجة في أو أن هي موجودة تحت لا في دراسة الجود تشايلد قال أن المدينة القديمة الإغريقية والهلستية والرومانية والبيزنطية قال تمتد من هنا لعند الفندق البلدي ولعند البحر ولعند البحر من هنا ولعند القبطرانية يعني كان عدد سكانها واجد يا فنحن نلقوا في أثار تحت البريد نلقوا في أثار في سحسين نلقوا في أثار عرفته فالمدينة كانت كبيرة فسؤال هو مهم لكن برضو نحن في المدينة هذه وجدنا منازل في المدينة هذه وجدنا منازل كثيرة في المنطقة هذه كلها وجدنا منازل كناس يعني لكن مؤرخين للتاريخ اي نعم رسمتوا شكل المباني كيف كانت أبعادها فيه تصورات للفيلات اللي كانت قائمة وقلت لك أرضيات الفسيفساء اللي غادي فيلات رومانية كانت فيلات متاع سكن بس اللي تلقى فيها الموزايك والفسيفساء فيلات أباطرة فيلات حكام فيلات كذا هذا مدخل الكنيسة هذا مدخل الكنيسة وهذا كله يقولوا له النيف أو الصحن صحن الكنيسة اللي كانوا يقعدوا فيه المصلين البين إن حتى غادي كانت هي الحنية هذه هو الأبس هي القبلة اللي صلوا فيها كانوا القبلة يصلوا فيها ناحية الشرق فهذه شرقية شوف أنت الشرق هكي شوف مصر من هنا ولا لا صح الاتجاه الشرق فالحنية هذه أو الأبس هي اللي كان يقف فيها القصيص وعلي أبسط مثال يعني الطراز الكنائس اللي موجودة في مدينة بنغازي من ضمنهن الكنيسة اللي موجودة في عند البريد أو عند مفرق عند 7 أكتوبر عند المستشفى غادي نعم شوفوا الكنيسة اللي موجودة في بنغازي لهذه اللحظة الكنيسة الكاثوليكية هذيك كنيسة كاثوليكية وكان هذه بيزنطية عرفت أن كل المسيحيات في فرق ولكن الفرق اللي تحكي فيه 1400 سنة الكنيسة الكاثوليكية يعني طراز الكاثوليكية كان يعني مثلا كانوا الكاثوليك مباني كاثوليك يعتقدوا أن المسيح لما يجي مرة ثانية حيجي من ناحية الشرق ولذلك بنوا الحنية متاعهم أو الأبس من الشرق
فبنوا الحنية اللي صلوا فيها للشرق. بدل البروستانت يعتقدوا أن المسيح حيجي من الغرب وبنوا الحناية متاعهم من الغرب. هذا هو الخلاف, الخلاف الديني في المسيحية. نبي نشير إلى حاجة من أهم العمارة المسيحية أو عمارة العمارة البيزنطية, اللي هو الصحن النيف اللي صلوا فيه, والأبس اللي هو الحنية اللي يتجهوا فيها, والبابتزم اللي هو المعمودية, لأن عندهم الطهارة المسيحيين. فالبابتزم كانت هناك المعمودية اللي كانت يخش فاصلة ما بين المصلي هذه يدخل إليها ومذنب ويطلع منها نقي وطاهر ويجي يصلي. فهذه شوف على هيئة صليب مديورة. صحيح. مديورة على هيئة صليب هكي, وأنا اللي رممت الترميم هذا في الفترة اللي أنا كنت مدير المنطقة. وهذا على هيئة الصليب شفته يدخل ينزل بالدرج من هنا ينزل بالدرج هنا من الجهة الغربية ويطلع من الشرق طاهر ويدخل إلى الكنيسة باش يصلي. فهي وبالنسبة للحفرتين هذين شن كانت؟ الحفرتين هذين هن معمودتين, معمودية معمودية, عرفت؟ كانت مية, مية كلهن مية. ما هو ينزل هو كلها مية, يعني ينزل من جهة مش الشرقية, جهة الغربية الغربية, ويطلع من الجهة الشرقية طاهر ويدخل إلى الكنيسة. ما يقدرش يدخل وهو مجنب وعليه جنابة, فيدخل وهو طاهر. أيضا البير اللي له المية باش ياخذوا المية ويملوا المعمودية, أو المعمودية هي البابتيزم باللغة الإنجليزية, بابتيزم الإيطالية. فالمية قريبة, وفيه واحد طبعا يرعى في الكنيسة ويخدم فيها, خادم الكنيسة هو اللي يملاها المية يوم القداس يوم الصلاة, ويجوا الناس يطهروا هنا ويدخلوا الكنيسة ليصلوا. القسيس كان يقف هنا بعدين يركب على الدرج من هنا, أكيد من هنا ويدخل. وهنا كان فيه هذا الطرف, هذا الأمبو أو المنبر اللي يقف عليه الكاهن ويبدأ يقرأ, وكان يقرأ من النيو تيست من الاولد تيستمنت من الثورات, ومن النيو تيستمنت اللي هو الانجيل. وهنا شفت الذكاء تاعهم, وايضا محاوله محاربه الاسلام. هو شنو باش يدير الربط ما بين التورات والانجيل, ما بين موسى وعيسى. فهو يقرا من الاولد تيستمنت اللي هو الثورات, ويقرا من النيو تيستمنت اللي هو الانجيل, يعني العهد القديم والعهد الجديد, لأن فيه رابط. يقول لك جت التوراة وجاء موسى وبعدين جاء عيسى, ولكن الإسلام ما فيش عندهم, لا يعترف بوجود الإسلام ولا يعترف بوجود محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا ديدانهم يعني فعلا. وأن الله لا يطفي نور الإسلام. إيه والله ونعم بالله. فهذه هو يعني نحن توا مع السيد مالك نبهني الحاجة رائعة جدا, وإن شاء الله وصلت للمشاهد أن فيه أربع حضارات أو أربع طبقات: الإغريقي, الهيلينستي, الروماني, البيزنطي, والآن توا نبو نتحدث عن الإسلامي. بالنسبة للمنارة, الإيطاليين لما احتلوا المدينة في 17 أكتوبر واحتلوا في سنة 1911 احتلوا المدينة, فهم بنوها جت, ونحن شفنا في الحلقة اللي فاتت الأشياء اللي بنوهن. وفي أشياء يا أستاذ مالك, في أشياء دينية زي المعابد والكنائس والمساجد, وفي أشياء حربية اللي هن المعسكرات, وفي أشياء مدنية اللي هن زي المنارة هذه. المنارة هذه منارة شيخ ربيش بنوها الإيطاليين سنة 1928 لثلاثة أسباب مهمة ممكن الناس ما تعرفش, لكن خلونا نوصل المعلومة هذه. أحسن. الحاجة الأولى أن هي في قمتها لايت هاوس, هي ترشد السفن اللي في البحر إلى ميناء بنغازي. هذه الحاجة الأولى, ولذلك ويس. كانت أعلى نقطة, ولذلك أقيمت فوق الأخربول أعلى نقطة في مدينة بنغازي هنا, ارتفاعها على مستوى سطح البحر. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية هي أصلا خزان مياه عشان ترفع مستوى المياه في مدينة بنغازي. فهذه نظرية يا سيد مالك الأواني المستطرقة, إن لما المية ترتفع هنا المية جيهم عرب سكان بنغازي. فهذه شوف الناحية الثانية. الناحية الثالثة واللي عندي أنا أهم, إن المعمار الإيطالي اتخذ من بدن المئدنة المآدن اللي موجودة في الغرب, اللي هي الكتبية في تونس والجزائر والمغرب. مصر ما يدروش مآدن هكي. مصر يديروا مآدن اسطوانية الشكل, اسطوانية تطلع هك في سوريا ومصر وكذا, هذا في الشرق. ولكن غرب العالم الإسلامي المآدن مستطيلة كتبية زي هذه بالضبط. فهو شيني بيقول الإيطالي, راهو ليبيا شور المغرب العربي ما هيش شور الشرق. فكان جميلة المعلومة هذه, كان هو غير عادي. فهنا ثلاث أشياء الرمز متاعها كانت أنها هي ترمز ليبيا
إلى أنها تابعة للمغرب العربي. نعم، مش تابعة للشرق راهي. مش تابعة للشرق. أيوة. يعني هي تابعة للمغرب العربي، فكانت المنارة مبنية على هيئة كتبية أو مستطيل. مستطيل. ولكن ليست إسطوانية زي مآذن مصر. صحيح. مش ممكن تابعة. أغلب المساجد اللي في مصر دائما المآذن بتاعتهم كلهم إلا مسجد الحكم ملوية، مسجد الحكم. ولكن المساجد الأخرى إسطوانية الشكل. يعني لو تبهت مثلا مآذن، لو تبهت مثلا في مآذن في مساجد هنا موجودة تركيا، تركيا لو تبهت بوغلاز، مدينة بوغلاز، لو تبهت العتيق إسطوانية الشكل، وفيها من الداخل سلم حلزوني ليركب منه الشيخ عشان يدن في في الدورة. صحيح. الأولى أو الدورة الثانية. وأيضا وفي حاجة رائعة جدا في مصر، أنا شفت مسجد ما فيش السلم الداخلي، فسألت القيم على المسجد قلت له كيف، قال لي لا نركبه بطريقة أخرى، نركبه من 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 جهة الحوش أخرى ونخش عليها. وأنا نركب قال لي يوميا، قلت له وش تدير يوميا خاطي الأذان، قال لي أنا نركب باش نحط في حاجة اسمها العشاري الهلال. الهلال يديروا فيه نحاس مفتوح يسموا فيه العشاري. يركب كل يوم يحط قمح في العشاري عشان يأكل الطير ويسبح له. سبحان الله. يعني تصور إنه يركب ويعاني منها. فهذين المادن، والميدنة هذه، الميدنة هذه طبعا نظام كتبية. وأنا نشكر السيد العميد صقر البجواري، لأني أنا اللي تكلمت معاه وقلت له أرجوك ترمم الميدنة، واستجاب، اجتمعت معاه واستجاب لي، وفعلا استجاب لنداء الأثار ورممها بالطريقة هذه. يشكر بارك عليها. بارك الله. هو من أبناء بنغازي. نعم، هو من أبناء بنغازي وحريص على الأثار. لا لا له كل الشكر والتقدير. السؤال اللي توا يطرح نفسه يا سي فتحي، تفضل بس تعال معي برك. نعم. طيح بس. يعني نحن توا بنغازي مرينا بها بمجموعة من العصور في مكاننا اللي احنا حاليا موجودين فيه. نعم. ما تغيرناش، ما طلعناش برا بنغازي، موجودين هنا. نعم. جت اخر شيء اللي هي منارة سي خريبيش، هذا في العهد الاستعمار الايطالي. هذا العهد الاستعمار الايطالي. نعم. برنيك برنيكي غير بريدس، برنيكي بفيرنشيدي برنيق، كلهم في العصور هذين، كلهم في العصور. هذين. تمام. رمزية المكان هذا حاليا، رمزية المكان نحن اهم من هذا كله. لا السؤال ما زال سامحني. كيف كانت الشعلة أو المنارة تخدم في عهد السابق؟ ما كانش في ضي. نعم نعم. كيف كانت تشتغل؟ فترة الإيطاليين، فترة الإيطاليين اللايت هاوس أو الإضاءة اللي كانت ترشد في السفن، الإضاءة اللي ترشد في السفن هذه يسموا فيها الهادي اللي هو يهدي في السفن، الإضاءة هذه كانت تشتغل بالكيروسين. 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 اللي هو الغاز. الغاز أوكي. كانت تشتغل بالغاز لأن في عهد الطليان من 1928، ولكن توا أعتقد أنه كان في حوار أنا والعميد على الموضوع هذا، أنه هو هل يديرها تشتغل بالليزر ولا يديروها تشتغل، فدارت اندارت بالضي، اندارت أنها تشتغل بالضي وتشتغل من اللقاء. واكبت الحضارة. واكبت الحضارة بالإلكتريك يعني أو بالضي. بالضي. أنا نبي نشير الحاجة بس لو كنتوا معايا في الكلام، يعني مهمة جداً. طالما قلت واحد منكم يقول لي طالما الأرضية هذه بيزنطية وللمسيحية وأساسها جستينيان في القرن السادس قبل الميلادي، شنو اللي تحت هذا؟ اللي تحت. أنا كنت من أسألك عليه. تحت أرضية حضارة أخرى رومانية. يعني الشق اللي يسير في الأرض هذا. هذه كان يحمل المياه من البير، هذا هذه يجي المية للبير، فالبير اللي لوطة روماني مش بيزنطي، ولكن جات في الصحن، مرضوش البيزنطيين انهم هم مرضوش انهم هم يلغوه، فخلوه يستفاد منه في وسط الصحن لان بير ميه. فانا اللي بنوصلها للمشاهد ان ارضيات الحركه اللي هن الارضيات الحضاريه بالتسلسل الطبقي، نظام الطبقات. نلاحظوا طبعا انتم عارفين ان الامكانيات نتاعنا وعارفين ان نحن كذا. شوف من الغلطات، هذا عمود وتاج، معقولة يرمم به السور الجدار؟ صح الكلام ولا لا؟ ومفروض يعني مصبي. هذا مصبي، هذا عمود، ولكن البين ان اللي رمم مسكين اكيد عامل عادي وهني، فاندار بهالطريقة. وانا من نحب، ولكن بهم معليش، مصلحة الاثار هل ما كانش فيه لها دعم؟ لا، هو كان في دعم في دعم ان هم في كل العهود يحافظوا على الهوية السابقة، او ان هم يعني شيء من التاريخ. هو في كل العهود كان فيه دعم،
ونشكروا حتى الناس اللي تساعد فينا نحن زي الأستاذ عبد الله تيني، راجل يحب الآثار ويحب التاريخ وحريص على التراث والموروث والإرث الحضاري، وأنا تحدثت معاه على الموضوع هذا ويساعد وما زال يساعد ويقدم لنا في أشياء واجدة. أيضا الأستاذ علي الحبري حتى هو مصرف ليبيا ما يقصروش معانا، الناس هذوما كلهم عرب بلاد وهلنا وعم هم لنا بارك الله فيهم نحن عارفينهم، ولكن كمنظمات دولية كناس عالميين من برا يعني. كمنظمات دولية كيف نظروا إلى هذا المكان؟ أنا بيقول حاجة للتاريخ أن منظمة اليونسكو منحتنا $50,000 لكي نرعى $50,000 قدمت إلينا كمصلحة أثار لكي نقوم بالصيانة في المناطق الأثرية. 50,000 أيضا فيه منظمة هولندية اسمها منظمة كلاوس، واحد هولندي مليونير قدم لنا $30,000 باش نحن الفترة هذه كم كانت أمتى؟ توه وأنا موجود في المراقبة قدم لنا $30,000 $30,000 هذه باش نديروا بها دعم لمبنى القشلة اللي هو في الكيش، السكنة العسكرية اللي في الكيش. وكان الرأي انهم هم ثلاث دفعات، كل دفعة €30,000. فالدفعة الأولى كانت للدعم، لدعم المبنى وإنشاء أبواب وتركيب أبواب. الدفعة الثانية $30,000 كانت للترميم، والدفعة الثالثة كانت لإعداد المبنى ممكن كمتحف ولا كذا. نحن يعني الدفعة الأولى ممكن ما صرفناش فيها صح، فأعتقد أنهم هم وقفوا الإعانة لنا، أعطونا €30,000 قدمت لنا. وعموما أنا ما نش راضي على أعمال الصيانة اللي قامت. يعني تحس أنا ما فيش أي شيء نعم يعني لمس. أنا جاوبت على سؤالك أنك في دعم من اليونسكو، في دعم من المنظمات العالمية، في دعم من السيد الوزير عبد الله التني، وفي دعم من مصرف ليبيا المركزي، في دعم من عميد البلدية حتى دفع لنا سنة إيجار المبنى، في دعم من الناس. ولقد يعني فعلا ربي دائما يعني ربي يعني يساعد فينا، حتى عمداء البلدية دائما يقدمون لنا في حاجات. كلهم اللي جو، أستاذ عمر البرعسي، أستاذ أحمد العريبي، كلهم يقدمون لنا في 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 مساعدات، وتاريخهم أثارهم وموروثهم يعني ما فيش حد يزايد على حد. شوف الوردة هذه اللي حفر في 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 في, في الرمل في الجدار، شفتوا من أروع ما يمكن الأشياء هذينا. الأشياء هذينا في أوروبا ينحطن في متاحف، يعني هذا نقش في في في, في الرمل، هذا حجر رملي ليمستون ونقش فيه وندار الوردة هذه شعار، وهذا من الفترة البيزنطية. نحن اعتقد ان نحن اليوم على ما اعتقد ان احنا اعطينا حلقه مليانه لجميع سكان مدينه بنغازي باش يقعدوا عارفين الارض اللي عايشين عليها شنو تاريخها وشنو العصور اللي مرن عليها. فبارك الله فيك سي فتحي، شكرا لك لانك انت اعطيتنا من وقتك واعطيتنا من علمك باش يستفيدوا به باقي المشاهدين. أنا والله سعيد جدا بكم، لاني انا نحب نوصل المعلومه هذه، ونحب ان يعني في عندي حتى دراسات قادمه على بنغازي نشتغل عليهم توا، في اشياء كثيره بنغازي زي ما قال عالم كبير لا زالت بكر، لم يقال تاريخها الحقيقي. بنغازي لها تاريخ ما ذكرش الى حد الان، ولكني انا نسعى باذن الله اني انا نطلع التاريخ هذه. نحتاج الى وقت، نحتاج الى مساعده الله سبحانه وتعالى في اني ونحتاج الى الخيرين ايضا اللي هم شنو يساعدونا على طباعه الكتب هذينا، لان بنغازي تحكي التاريخ. ونبي نقول لعرب بنغازي هم يكونوا يسمعوا فينا، يا ناس راهو عندكم حضاره وعندكم تاريخ وعندكم تراث وعندكم ارث حضاري، بس حافظوا عليه، حافظوا عليه يعني حافظوا عليه، لان برا لما تعدي تدرس ولا تداور ولا تفسح ولا كذا، اول ما يسالك ما يسالكش على نطيحات السحاب، يسالك على حضارتك، يسالك عن شنو الاكتشافات الاثريه، يسالك على العمل، يعني يسالوك على الاشياء هذين، لان ناس حضاريين اللي برا. يعني نحن تو نقدر نحكم بفم مليان ان بنغازي فيها زخم ما ينحكى، زخم حضاري غير عادي، فيها ما ينحكى، فيها ما ينحكى وفيها عالم. إذا كان كل الحضارات جنة، نحن تحدثنا في الحلقة الأولى على أن عمرها 50,000 سنة، وتحدثنا على حقفة الطيرة وأن شو اسمه ماكبيرني وجد أدوات أكسس وده حاجة ترجع إلى 50,000 و60,000 سنة، واللي قال الكلام هذا راديو كربون 14 اللي ما يكذبش يعطيك في ثلاث قراءات وتأخذ القراءة الوسطى. يعني القبائل اللي جن وسكنن هنا وراهو في عالم نحكو فيه القبائل واللواتة والصنهاجة واللي كيف جن هنا والحروب اللي صارن والغريق والرومان والقرمليين، عالم. ولكن احنا ما عشان عندنا وقت نقرأ.
شكرا جزيلا لك دكتور فتحي. هيك مشاهدينا الكرام نقدر نقول ان احنا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، شفنا الزخم الكبير وشفنا المعلومات الرائعه جدا اللي نعرفوه ان احنا على مدينه بنغازي. بنغازي اللي ممكن في ناس واجد ما يعرفوش قيمتها، الا ممكن تو احنا عرفنا قيمتها بالعصور وال يعني الحضارات اللي مرن عليها. لازم ان احنا كيف ما ذكر الدكتور فتحي ان احنا لازم نحافظه، لازم تحكي فم مليان وعندك ما تحكي لما تسافر برا، ولازم تواجه العالم اللي برا ان انت عندك حضاره وان انت عندك تاريخ وان انت عندك مكان يعني لازم ان احنا نحافظه عليه. شكرا لكافه الرؤساء ولكافه عمداء البلديات اللي هم حافظوا على هذا المكان، وشكرا للدكتور فتحي اللي اسعى جاهدا في انه هو يحافظ وما يخليش الحاجه هذه تمتحى من مدينه بنغازي. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا اليوم وقضيتوا وقت ممتع معنا في هذه الجوله الرائعه اللي مكان ممكن انت مع عمرك جيته، ولكن احنا حبينا ان احنا نجيبوك له اليوم مش تعرف، ولما تشوف عندك ما تحكي لعيالك وعندك ما تحكي لعويلة الصغار ان شين كان فيه في مدينه بنغازي السابقه. ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا وقضيتوا وقت ممتع معنا. تقبلوا تحياتي مالك بخطوه، في امان الله وحده. تقدر تمشي في شوارعها وتنسى الأيام اللي فيها، تقدر يوم تزعل منها ولا تفارقها، تقدر تحكي لي عليها وما يكون كلامي عليها، تقدر توصف لي حليها وتنسى لياليها.